طب خليني اخد معايا على التليفون وهنا بقى نتكلم مع السياسيين بالمناسبة. سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ. اهلا 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 سيادة النائب. اهلا 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 بمعالي النائب المحترم. يا فندم كتير علي. ربنا يخليك يا فندم. العفو اخوك الصغير يا فندم. ربنا يخليك يا رب سيادة النائب. ربنا يخلي حضرتك. سيادة النائب كرجل صناعة وكرجل سياسة وكنائبا عن الشعب في مجلس الشيوخ وأنت تتابع هذا المؤتمر وتتابع وقائعه وتتابع كلمات الرئيس وتاني ما بين قوسين أنا أشدد عليها وكلمات الآراء المختلفة والمعارضة، شايف الوضع إزاي يا فندم؟ أولا بحيي حضرتك على كل كلمة أنت قلتها قبل المداخلة بتاعتي، كلامك صادق 100% وبحييك عليه، وإحنا كلنا زي حضرتك. وعايز أقول لسيادة الرئيس ربنا يديك الصحة ويبارك لك، لأنك أنت فعلا بتغامر بشعبية حضرتك، بس من أجل لا يا رئيس إحنا شعبيتك بتزيد والناس مقتنعة والناس على طريق معاك أيا كانت الأمور إيه. النقطة الثانية يوسف بيه، الكلمات اللي قالها سيادة الرئيس النهاردة في المؤتمر كلمات صادقة. نسأل نفسنا سؤال، هل إحنا عايزين حد يقول لنا كلام يريحنا ونبقى في يوم من الأيام أمام مواقف أسوأ وما تتحلش، ولا عايزين حد يبقى مسؤول عننا فعلا يعدي بينا البر الأمان ونتحمل معاه؟ هو ده السؤال. صح. السؤال الثاني سيادتك، طيب ما هو الشعبية دي النهاردة لما بيجي في بعض الناس زعلانة، بعض الناس تقول الظروف، بعض الناس الكلام، طب ما لو كان الكلام ده اتعمل من سنين فاتت كانت الأمور بقت النهاردة مش بالشكل ده، ولو استمرين عليها نقعد لسنين جاية هتبقى أسوأ وأسوأ. يعني عايز أقول لسيادتك واسمح لي، النهاردة بعض الناس تتكلم عن الكباري وكأن قصة الكباري والطرق هي دي بقت المشكلة الرئيسية. بالعكس، طب ما تسألوا نفسيكوا سؤال، لو الحاجات دي ما اتعملتش امبارح وأول امبارح واتعملت بكره وبعد، تكلفتها ايه؟ هل احنا محتاجين لها ولا لا؟ هل كنا بنقعد في الطرق الزحمه على فكره بنستهلك بنزين واعصابنا بتبقى مش طايقه بعض والناس بتبقى مستويه، طب ما انت النهارده طريقك بتبقى ماشي وبتوفر بنزين، ما هو ده كله اقتصاد. النهارده لما نقول الطرق اللي بتتعمل والبنيه التحتيه اللي احنا اللي بنشوفها ما هو ده استثمار، استثمار لبكره. النهارده طيب. نقدر نقول في عندنا مشاكل ما حدش يقدر ينكر، ومش هنضحك على الناس ونقول لا ما فيش مشاكل. صح. في مشاكل، مصر ما هي جزء من العالم، ولما نيجي نقول للعالم في مشاكل يقول لك اصل ايه اللي اوكرانيا ضربت مش عارف ايه ولا ايه اللي اثر علينا. لا يا باشا يا باشا مش كده. الناس اللي هي، ودي نقطه تانية عايز اوجه اتكلم فيها مع حضرتك، الشائعات والناس المغرضه، الشائعات والناس المغرضه، وتيجي تبص حضرتك وسيادتك نائب وبتقابل الناس في الشارع، في واحد يجي يقول لك ايه كل اللي بيتعمل ده غلط، طب تعالى يا عم اديني صح وحللي، ما عندوش حل. طب بلاش دي يا سياده النائب. النهارده انا هنا بقى مش هسال سياده النائب تيسير مطر، انا هسال تيسير بيه مطر رجل الصناعه. يعمل في الصناعه بقاله عشرات السنين. الرئيس جزء من كلامه استعراض للوضع الاقتصادي خلال تقريبا 10 11 سنه فاتوا. تمام. وسيادتك بتشتغل في الاستثمار الصناعي بقالك سنين من قبل بقى العشر سنين اللي فاتوا كمان. تمام. هل يا سيادة النائب، او لا احنا قلنا بقى هننسى دلوقتي الصفة النيابية، هل يا فندم هنا اقدر اقول انه الكلام اللي اتقال واتعرض علينا غير واقعي؟ هل حضراتكم كصناعيين لولا مجموعة القرارات اللي تم اتخاذها وبنفس ذات الظروف احنا كنا هنوقف النهاردة الوقفة دي؟ هل الحرب بتاعة اوكرانيا وروسيا وتأثيرها في اقل الحدود على الاقماح والحبوب والحاصلات كنا هنعرف نوقف الوقفة دي؟ ممكن ارد على حضرتك؟ ارجوك يا فندم. اشكرك على سؤالك الجميل ده اللي بيوضح حاجات كتيرة جدا وجاي في محله. طب انا عايز اقول لحضرتك كمان اضافة، لو ما كانش فيه كهرباء وما كانش فيه طرق وما كانش فيه استقرار امني، هل كنا هنعرف نشتغل؟ طب انا كنت هشغل مصانع ازاي؟ كنا هنعرف نشتغل؟ هل نسينا الايام اللي فيها ما كناش بنشتغل وكنا قاعدين تحت البيوت عشان نحرس بيوتنا؟ هل نسينا الكلام ده؟ لما نيجي نقول النهارده الحرب دي اتعمل اللي قامت بين اوكرانيا وبين روسيا،
هل أثرت علينا إحنا بس؟ لو أثرت علينا إحنا بس يبقى إحنا عندنا حاجة غلط، لكن لو أثرت على العالم كله فإحنا زينا زي الناس. لكن النهاردة عند حضرتك مخزون استراتيجي للأمن، خمس شهور للأمام عندك أمن وأمان، عندك استقرار، عند حضرتك سلعة أي نعم سعرها غالي لكن موجودة. الكلام ده كله سيادتك موجود. عايزين احنا الكلام بقى اللي سياده الرئيس النهارده قاله، طب ازاي نعدي من عنق الزجاجه عشان المواطن يقدر يشتري الحاجه وهو عنده امكانيات ماليه يقدر يشتري مرتاح. طيب سيناريو تخيلي يا فندم، لو ما كناش عملنا الكشوفات بتاعه الغاز الطبيعي في شرق المتوسط ثم منتدى شرق المتوسط، كان هيبقى شكلنا ايه؟ يعني كان هيبقى شكل الوضع الاقتصادي ايه في مصر؟ ما كنتش حضرتك هتقدر تنور شارع ولا هتقدر تشغل مصنع ولا البيوت كانت هتبقى منوره. وكلام مش مجامله، كلام حقيقي. انت هتشتري الغاز بكام وانت امكانياتك الماليه ايه؟ وهل انت عندك غاز عشان تقدر تشغل محطات الكهرباء؟ لا. طب كنت هتستورد، وساعتها برضو كنت هتقول الحكومه ما هياش قد. يبقى في الحاله دي نقول الحمد لله ان عندنا حقل طلع ال 2 مليار اللي انت بتشتري بيهم غاز كل شهر عشان خاطر تقدر تعيش، عشان خاطر تقدر تروح بيتك وانت في امن وامان، ولادك بعدين في نور، مصانعك شغاله، شوارعك منوره. فالكلام ده حضرتك كلام ايجابي. الامكانيات عندنا كانت تسمح ان احنا ما يبقاش عندنا الحقل اللي طال ده. كرم ربنا علينا، والسيد سؤال النهارده كرم ربنا علينا ان الحقل ده طلع في الوقت ده، ان فعلا ربنا حارس مصر. ربنا بصراحه ان ربنا. انا عايز اقول حاجه يوسف بيه، وانا اسف ان ارجوك يا فندم اتفضل. نقطه مهمه جدا للشباب وللناس ولكل احنا كلنا زي بعض، وكلنا نختلف وجهات النظر لكن صحيح. نختلفش على الوطن. احنا محتاجين في الوقت ده، وده يمكن نداء، محتاجين في الوقت ده نقطة مهمة جدا للشباب وللناس، التماسك والتكاتف والوقوف صف واحد خلف قيادة. في ناس ما بتحبش الخير، ده مجتمع وده وطن وده دنيا فيها الخير وفيها الشر، لكن ما ننطقش ورا الكلام الهدام اللي بيوقع واللي بيلخبط واللي بيعمل. أتمنى من المؤتمر الاقتصادي إنه يطلع بقرارات بتوصيات مهمة جدا تفيد الصانع، تفيد المصانع المغلقة، تهدي من الارتفاع على. عندي مبادرة عايز أقولها، بس أنا عارف كنت لسه هسأل حضرتك تيسير بيه، حضرتك راجل صناعة، إحنا مش في إطار التمني، أنا عايز أسمع تصورات سيادة النائب تيسير مطر وكيل لجنة صناعة ورجل صناعة بالأساس، من وجهة نظره كلمة أو توصيات أو مقترحات تدرج حتى ولو على الهواء تساؤلات أمام المؤتمر الاقتصادي خلال اليومين اللي جايين. قولا واحدا، السيد رئيس الوزراء المحترم اللي كلنا بنحترمه، رئيس وزراء مصر، التوصيات اللي تطلع لابد من ان احنا نحط في الاعتبار المصانع المتوقفة، الزراعة والصناعة يوسف بيه رقم واحد، نمرة اثنين المصانع المتوقفة، نمرة ثلاثة الاستثمارات اللي واقفة واللي محملة بأعباء، نمرة أربعة لابد من إننا نفكر إزاي نخفض من التكاليف اللي بتحط أعباء على الصانع وعلى الزارع ما بيقدرش إن هو يصدر لبره. نمرة خمسة إزاي نحل مشاكل المصدرين. أنا عايز أقول على حاجة، تعويم الجنيه وعدم تعويم الجنيه وارتفاع السعر طب أنت النهاردة خايف من تعويم الجنيه وفي نفس الوقت ما عندكش سلعة، طب هتعمل إيه؟ يعني أنا عايز أسأل برضه للناس اللي عمالة تتكلم وتقول طب ما فيش تعويم جنيه، خايفين من ارتفاع الأسعار. طب ارتفاع اسعار والحاجه تبقى موجوده، ولا ارتفاع اسعار ونعدي المشكله ونقدر نبقى نزود دخل الناس. انا عايز اقول لحضرتك على وجهه نظر برضو، اتمنى من زملائي الصناع والمستثمرين ان هم يتقبلوها مني وما يزعلوش، ومحدش يقول لي هو احنا شغالين. احنا عايزين يا فندم دلوقتي نتنازل عن جزء من الارباح اللي كانت بتتحقق او المكاسب اللي كانت بتتحقق، ونهدى بثواب الاسعار لصالح المواطن عشان نبقى جنب بلدنا وجنب دولتنا. في نفس الوقت بنطالب الدوله بانها تعمل مبادرات لصالح الناس المستثمرين، تاجل له مثلا حاجه، تخفض له حاجه، يبقى في توازن من ناحيتين، ننزل بالاسعار شويه عشان خاطر المواطن الغلبان، عشان خاطر المواطن اللي في الشارع، عشان خاطر الشباب. تشغيل المصانع يا فندم، احنا وسيادتك في المجلس
احنا وافقنا وسيادتك ومجلس النواب وافق على صناعه السيارات. عارف يعني ايه صناعه السيارات دي يا يوسف وسيادتك استاذنا؟ يعني تشغيل كم كبير جدا من الشباب، تشغيل كم كبير جدا في كل اللي طبعا. عايز يفكر يقول العربيه محتوياتها ايه، ولو كل قطعه فيها اتعمل ليها خط انتاج شوف كم واحد هيشتغل فيه. صح، انا اتفق 100%. اولا خليني اشكرك سياده النائب، نورت وشرفت وقفت كما جرت العاده. الف 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 شكر ليك يا سياده النائب، كل الشكر سياده النائب تيسير مطر رئيس حزب اراده جيل ووكيل لجنه الصناعه بمجلس الشيوخ.